السلام عليكم حبيباتي اهلا بكم على قناتكم غزه ليلي نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده قبل ما نشوفوا المحتوى تاع فيديو تاعنا ما تنسوش الصلاه والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا البنات جيت نطلع لكم بهذا الفيديو خفيف ظريف ونتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم يعني لقطات من اليوم اليوم رانا السبت البنات راه الويكاند وكنا لاهين شويه باسكو رانا يعني الزوج راه يدير تاع نتاع وين ونعاون فيه قلت ندير مقتطفات هكا باش ما نغيبش عليكم فوالا حبيباتي الوغ اليوم راهي عندنا السخانه شويه يعني الحراره يتقلب دي فوا النو والبرد ودي فوا السخانه الحمان الوغ اي زو انونسي بلي اليوم غادي جو اه كرو 32 دغري قلت نسقي لي بلونت تاعي هكا باش راكم عارفين مع السخانه وكاع باش ما يموتوليش فوالا بنات هنايا اه نوريكم لا شوب تاع فاديه بدا يعني الاب تاعها يديرها في لي طرافو يعاودها جوست لو بابي بان يعني الحيطان والارض هنايا هي اختارت هذا لو بابي بان جاي بلون اي غري فيه شويه كولاك شو التوب يعني بالك في الكاميرا ماشي بان مي بي فريمون كارت شباب هنايا انايا قبل ما ي يعني الزوج قبل ما يدير الكارت يقلع الكارت القديم قلعه كاع بيان سور وبنتر يعني توجور يبنتر بنتر بالبلون افيك لا بانتور لافابل هذيك باش الكاغط كي دير الكاغط يجي نقيم تحت يعني يجي بلون خاش كون نديرو هكا الحيط كان صفر تما كي ندير الكاغط مع لاكولو كاع راه هاديك الصفرية تخرج من تحت الكاغط ويبان لك شغل قديمة فوالا كيما قلتلكم هاد لاشوط تاع فريا هي تركب على الجاردان وينجمعو نداري تشوفو معايا هي تركب ديراكتومون على الخابة كيما كنتلاحظو فوالا الغابه تقعد تحتها كاش عندكم دوره في هذه الغابه البنات والله غير ما قعدتش قلت البنات نروحوا نروحوا واه واه ما راح بصح كاش نهار نهودوا لتحتها ونشوفوا هذه الغابه فيها واد فريمون شابه هايله فوالا حبيباتي وهنايا راح نديروا وجبه تاعنا تاع الغداء وجبه رائعه البنات فريمون هايله هنايا البنات عندي بروكولي هذاك جاي خضر كيما تشوفوا هو بروكولي بصح البنه ماشي كيف كيف انا عندي كميه تاع لي بات حسب الافراد العائله بس قش كترو بالزبس وغنديرو خضرة هنا درت حوالي أن كبير معمر آه لي بات نغليهم بصح مطيبهمش بزاف غير شوية مام بغوكولي تبغو تفوروه ولا تغلوه يعني غير شوية ماشي بزاف خاطش كون طيبو بزاف هي قاع يترون هنا عندي مقلة كبيرة آه درت فيها شوية هادي صوتوز البنات كبيرة درت فيها شوية تاع زيت الزيتون شوية زيت حبة بصل مقطعة هاكا عندي دجاج اسكالوب دو بولي مقطعين دي بتي آه شرائح الدجاج كيما نقوله هنايا نقليهم ونخليهم يتقلو وهنايا يعني ديروا الملح يتقلو بالملح البنات الدجاج تقلى بالملح باش يجي بنين يعني كما ديروا شو الملح راه يجي صامت شويه هنا نحرك والنار تكون قاويه ضروري النار تكون قاويه سينو الدجاج تاعكم يطلق الماء هنايا البنات درت شويه تاع زوج فصوص ثلاثه تاع الثوم اللي رابيتهم ولا كرازوهم خليهم يتقلوا هكا يعني التواني هذا مكان ومن بعد راح ندير شويه تاع سكنجبير يعني نصف ملعقه صغيره شويه تاع يعني رشه تاع الفلفل الاسود ولا على راس مورف صغيره فوالا ومام ترى راني نحرك البنات كما راكم تلاحظوا وهنايا راح نجيب يعني راح نمرق بالشويه حليبه حوالي كاس كاس تاع لاتاي تاع حليب هذا مكان غير باش ما يحرقليش هذاك التوابل فوالا البنات هاد الوصفة راح نديروها بلا كخام فخيش الأخوات اللي معندوش لا كخام فخيش ديرو ياوخ ناتيوغ أه لو فخوماج بلون أو هداك لو سويس الصغار ياكلوه مع السكر هنا درت البروكولي يعني خلوه ما يطيبش بزاف بزاف يعني يكون طايب واحد سبعين في المية كيما نقولو هنا درت الشامبينيون هاد الشامبينيون اختياري تبغو ديرو ديرو ما عندكمش ما ديروش أنا كان عندي في التلاجة كنت نديرها هي شغاية في لي انتوما ديروا الزيتون تبغوا ديروا كورجات هنا ملحت شويه مش شفتوا معايا درت شويه ملح كورجات يعني كيما تبغوا هي من احسن هذه الوصفه تجيب البروكولي هنايا يعني. يا درت آه لي بات اللي كانوا طابوا ماشي بزاف ثاني شويه فلفل اسود فوق لي بات باش يطلقوا يعني يطلق مذاق شباب في العجائن نحرك كما راكم تلاحظوا فوالا وهنايا البنات راح ندير لا كريم انا درت لا كريم فريش ليكيد 15% دو ماتيير غراس 15% من الدهون ما فيهاش بزاف الدهون لا باغي ديروا اونتيير ديروا اونتيير ولا هذيك تاع الطبخ كيما تبغوا الاخوات اللي ما عندهمش لا كريم فريش درت دو دي بريك هذوك الصغار دو بريك البنات الاخوات اللي ما عندهمش لا كريم فريش ديروا ياغورت ناتور ديروا بتي سويس كما قلت لكم فرماج بلون ولا كاس حليب وشويه مايزينا نحرك نخليهم شويه يتجمروا واحد خمس دقائق البنات كي دو لا كريم فريش ولا ياغورت ولا هنا عندي الفرماج بيرميزون اختياري ماشي ضروري التعليقات أيوة يقولوا لي غالي ما عندناش على بالي ديروا اي أيوة جبن عندكم ديروا جبن هذا بارميزان ولا فرماج غابي ولا موتزاريلا شيدار فرماج بورسيون فاش كيغي تاع لي ساندويش اي جبن عندكم بنات نحرك غير بشويه نخلي دقيقه ونطفي كيما قلت لكم البنات الاخوات اللي ما عندهمش لاكريم فريش وكاع يعني ما عندكم والو كاس حليب كبير مع ملعقه كبيره تاع مايزينا حركوا مليح ذوبوها وفرغوها فوقه ولا شويه تقدروا غير الحليب هذا مكان راه يجي بنين بزاف 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 فوالا هنا خلي شويه الفرماج يذوب ونطفي النار هنا سي بون طفيت النار البنات وفريمون هذا الطبق يجي رائع يجي بنين بزاف البنات يجي هايل آه خمت على لي ريستورون صدقوني جا بنين وها ما كما راكم تلاحظوا معايا آه لي بات تاعنا مع البروكولي وكاع جا هايل نتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه اخواتي معنا عندناش يعني عاودوا ديروا خضر اخرى ولا شويه تاع الشوفله ولا ولا, ولا ميم لي السلق تانيك هذه آه هي حبيباتي ولا بنات هنا بعد ما فطرنا اه, توجور نخرج الويكاند يعني مع الزوج هكا نروحو نشوفو كاش ما كاين كاش ما جابو هنا غير نعاود نولي السونط راكور اللي ديتكم لا دانيير فوا صافي دو ترواج جوغ عاود ولينا باسكو كان زوج تاعي كان خاصه واحد البريكول باش يخدم لا شمطة تاع فاديه جاي يجي معايا قلت لها يلا ونصور البنات هكا حاجه خفيفه يعني كما قلت لكم حاجه خفيفه البنات اه, يعني كما قلت لكم يوميات من لقطات من يومي فوالا هنايا رحت ديريكتومون شفت صوره تاع سال دو بان فريمون يبيعوهم شابين بزاف فوالا كاين عندكم كاع لي كولور شحال من موديل هاد السونتر كور البنات كاين بزاف الاخوات سقساوني قالوا لي وين جاي بون كل مدينه وين جاي يعني كل في مارسي ولا باري ولا مش عارف ولا تولوز كل واحد وين جاي هنايا الاخوات اللي يسكنوا هنايا جاي في غود دوغتازا هنا يبيعوا كل شيء بنات فريمون هايل هايل بزاف سونتر اكور نعاود نذكر الاسم تاع المكازا سونتر اكور راه خيم البابو وخيم جيفي يعني هايل صوالح فيهم يعني يبيعوا فيه حتى صوالح اليوكس عندكم شوف هذا لونسوم تاع لا سال دو بال بنات راح نشري ان شاء الله ونشارك معاكم ماشي دار وقت من بعد انا الصالدو دو تاعي مازال ما كملتش البنات مازال ما كملتش والله قاعده هكا امواتي راني نكملها ان شاء الله كتب ربي راني نشارك معاكم فوالا فريمون يبيعوا فيه صوالح هايلين وانا على شاك انا وزم جو هنايا شاك فوا شاك فوا راكم انا ما رحت لا من يبيعوا لي غيدو صحيح. <applause> لا والو صاي لا فار رحت قلت نروح نشوف في الصوات تاع السال دو بان واحد لي بواط تاع الفريغو اللي نديرو في الفريغو هكا نصدموا الصوالح تانيك رحت شفت من تماك صوالح شابين دونك معايا في الفيديو البنات فوالا يعني دوره خفيفه ظريفه مو الفطور هكا واحد شويه يخرج من الكوزينه يخرج من الطياب يخرج من غطياب كوزينه عارفين ضربتنا فرس كوزينه وطياب انا قلت نصور شويه يعني لقطات هذا هي البنات نتمنى ان شاء الله ها عندكم شوفوا البنات هاد ال... تاع القش ولاد في الصال دو لي بغوص، شوفوا تاع لي تاع الصال دو هادو ان شاء الله ونشارك معاكم فما يبيعوا صوالح هايلين لي ميبلو شابين حاجه فمروعة روعه بور مو ما نشري والو حتى من بعد معايا البنات فوالا ما بغيتش ندير الصوت يعني كنت نهضروا كاع بصح ديال الموسيقى بزاف في السونتر اكور وخفت لي يوتيوب ما يقبلليش لا فيديو قلت بون جو بريفير ندير مونتاج تاع لا فوا خير هكا ما با دو بروبليم بون البنات خليكم مع الفيديو ونقولكم فرجه ممتعه انا قلت نوجد إن لهم حاجه يعني حاجه حلوه حاجه شرب بها شرب بها قهوه ولا لاتاي وهاد الكاطو فريمون سهل يعني راح نديرو طارطه في المقلاة ما نشعلها فور الفرن لا والو هنا البنات عبرت لكم كاس تاع لاتاي عندنا زوج في كيسان تاع لاتاي تاع نص كاس تاع الزيت نص كاس تاع السكر نص كاس تاع الحليب عندنا لافاني سكر فاني عندنا الكونفيتور البنات حوالي ملعقه ونص عندنا زوج حبات بيض وعندنا التفاح مرابي يعني هاد الكيكه بالتفاح في المقلاة تجي واحد الكيكه يا البنات واش نحكي لكم روعة 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 بزاف نتمنى انكم تجربوها الا كما جربتوهاش غادي تراطو بزاف بزاف ما تشعلو لا فور لا والو وراه يطيب في 20 دقيقة البنات راه يطيب الوغ هنايا يعني. ندير زوج حبات تاع بيض شوفوا معايا البنات نذكركم بمقادير نص كاس تاع لاتاي تاع السكر بس كل مقله يعني مقادير يكون مقله ماشي كيما تاع الفرن الفرن ديرو فيه مول كبير اللي قلنا كيسان كبار انا يا درت السكر فاني ولا لافاني غير بالفويده ما كنت تعملوا لا باتير ولا والو حاجه تاع ان دو تخوا كيما نقول انايا حاجه ان دو تخوا انايا يعني ندوب مليح السكر مع البيض ندير نص كاس تاع حليب ونص كاس تاع الزيت الزيت نديره في نفس الوقت راني ما نديروش دابا وحده فوالا البنات هنايا ايه راح ندير مغرف ونص تاع كونفيتور تاع مشمش هو من الاحسن تاع التفاح الا كان عندكم تاع التفاح ديروا التفاح ما كانش عندكم ديروا مشمش انا درت مشمشه هنايا درت جوج حبات صغار تاع تفاح لكن حبه كبيره ديروا حبه مرابيين تفاح مرابيه انا درت كاس تاع فرينه ثلاثة وشويه تاع ملح وشويه تاع خميره آه تاع الحلوه لا فرفاره كيما نقولوا حنايا يعني. شيميك درت ملعقه صغيره معمره مليح ودرت كاس الزاوج تاع الفرينه زوج كيسان فرينه خلطت مليح راهي ساهله ماهله كيما شفتوا في ال... في الفيديو هنايا يع... عندي زوج حبات تفاح بصح دخلت لي كثر انا تفاح تاعي راه صغير البنات بصح تبدلت تفاح كبيرة يجيكم زوج فوالا قطعوا <متصفيق> التفاح تاعكم يعني انا عندي هذه تساعدني بالخدمه يعني هكا دي طونش هنا عندي المقله باغ كونتخ البنات المقله اللي قد تكون ما تلصقش تيفار ولا اللي قد تكون ما تلصقش ندهنها بالدهان كيما هكا بالزبده مليح في لي بوغ هنا عندي سكر سكر اورو يعني سكر دو كان هذاك السكر البني لا مش متوفر عندكم شي ضروري هو من الاحسن هذا بصح كان مش متوفر عندكم ديروا السكر ابيض نورمال حوالي تلت زوج ملاعق عفوا زوج ملاعق راه يعطي يعني كي طيب هذاك التفاح راه يجي في يعني شغل كغامال يجي مطرطق يجي شباب بزاف بزاف هنايا يعني ستف مليح التفاح تاعي البنات صاير داير ونفرغ الخليط نتاعي ونشعل النار الناقصه يعني فرغوا في الوسطه دوك واحد راح يتوزع يعني يساعدو بلا سباتولا يتوزع اخوات اللي ما عندوش مقله جديده ولا يخافوا تلصقش ديروا، الوغ ديروا ورق الزبده قطعوه دائري على حسب المقله تاعكم ديروه من التحت دهنوه بالزبده ودهنوه بالسكر هذاك قولوا لي ورق الزبده ديروا فيه السكر والزبده وديروا في الوسط وفرغوا الخليط ديروا التفاح تاعكم فرغوا الخليط هكا يعني المقله ما تلصقش بس انا كانت عندكم مقله كيما جديده كيما هذه دي. الوغ ديروها هكا ديريكتوم كيما درت انايا هنايا كيما وريت لكم البنات تغطوه النار ناقصه 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 مادام ناقصه مادام احسن انا خليتها عشرين دقيقه حطيتها ما تحلوش خلوه عشرين دقيقه وما بعد جبت بسيط هانته بالزبده باش كي نقلبها ما لاكروش با يعني ما تلصقش يعني تهود بسهوله شوفوا هذاك المقاطع الجديدة البنات ها هنا خيطة عشرين دقيقة البنات فوالا نقلبها كي ديرو تورتية كيف كيف نقلبها هنا كي تقلبوها خلوها واحد سبع دقايق ثمان دقايق هذا مكان غطوها بيان سيغ يعني الأولى خلوها عشرين دقيقة والزوجة كي تقلبوها خلوها واحد سبع دقايق ولا ونقصولها النار ناقصة 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 البنات نأكد عليها شوفوا كي راهي النار فوالا هاي وينا الطورطه تاعنا او الكاطو تاعنا او الخبزه تاع التفاح شنو نقول لكم واحد البنه روعه روعه بزاف بزاف البنات بز صدقون جات هايله تحسبوا باتيسي هاي تحسبوا مش عارفه انا كنت تاكلوا في لا كريم باتيسيا مش عارفه هايله بنينه بزاف نكتب لكم قطعه البنات شوفوها كي جاتنا يعني ديروها تم تم الصباح كي تنوضو ديروها فريمون يعني وجا لكم الضيف على غفله ديروها ح يعني حاجه روعه 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 بزاف يعني تبقيكم محروقه ماشي محروقه هذاك يعني السكر شغل ولا, ولا كراميل فيها واحد البنه نحكي لكم تجربوا هلا هكا ما نقول لكم تجربوا باش تعرفوا البنات شوفوا كي جات تحزو باتيسري والله تحزو باتيسري شوف جات رائعه يدوب وحدها تدوب في الفم غير داك لو يروح يروح البنات متعقلوش <applause> قاعلي كاع عليه فوالا حبيباتي نتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه لانها رائعه بزاف بزاف التفاح شوفوا البنات راه هي معمره مع تفاح مربي ولدينا من تحت فوالا حبيباتي نتمنى ان شاء الله